يسعد صباحك نور. يسعد صباحك. كيفك لليوم؟ تمام، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه، صباح الامل والتفاؤل يلي على طول بنحاول نركز عليهم بصباحاتنا، لانه بنمر بالحياه بامور صعبه، من فشل، من خساره، من خيبات، من ظروف عديده بتنفرض علينا. بهي اللحظات نحن منيأس ونفكر انه الشيء اللي صار معنا هو شر إلنا، لكن بشويه صبر ووقت نحن رح نكتشف انه وراء كل شر بيصير بحياتنا في خير اكيد له من رب العالمين. لهيك مهما خططتوا مهما فكرتوا انتم ما بتعرفوا وين الخير وايمت ومع مين. ان شاء الله يا رب ايامكم الجايه فيها كل الخير. قديش يا نور اليوم لو طبقنا هذا الكلام بحياتنا حنكون مرتاحين. هلا بعتقد عموما كل الشعب السوري عم بحاول صحيح يطبق هي النظريه، لانه فعليا اللي مرينا فيه نحن مو قليل، يعني طبعا ضغوطات حياتيه اجتماعيه اقتصاديه، ولولا انه فعليا نحن بنتامل وراء هي الضيق الكبير او هيدا الضيق الكبير في انفراج كبير، يمكن لولا هيدا الايمان ما صبرنا كل هالقد. فاكيد بنتمنى لكل الناس هنهار يحمل لهم الخير والبركه وراحه البال والرزق الكثير والطاقه الايجابيه. فاصل وبنبتدي رحلتنا الصباحيه لليوم. أما هلا نور خلينا نروح لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث اللي صارت بمثل هذا اليوم. خلونا نتابع. كل يوم بتتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. يوم 12 تموز خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1917 الألمان يستخدمون غاز الخردل القاتل لأول مرة في التاريخ، وذلك في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 2017 انفصال جزء كبير من كتلة لارسن الجليدية في القارة القطبية الجنوبية تصل مساحتها إلى 5800 كيلومتر مربع، وزنتها إلى أكثر من تريليون طن، وسماكتها إلى أكثر من 200 متر. وهذا اليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات الذي كان لها بصمة مميزة. ففي عام 1904 بابلو نيرودا شاعر من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب لعام 1971. وأيضاً شهد هذا اليوم على وفاة عدد من الشخصيات. ففي عام 1536 ديسيدريوس إيراسموس فيلسوف هولندي. أما هلأ هايدي بننتقل لفقرتنا الأولى ومحطتنا الأولى لليوم. رح نحكي عن موضوع كتير مهم بخص كل النساء اللي عم يتابعونا. سن اليأس وتغيير الهرمونات عند المرأة قديش يمكن بيعمل تغيير كتير كبير بحياتها، بس يمكن إذا فعليا استشارت أخصائي واتبعت الخطوات السليمة والصحيحة. دائما بيحكي عن الجانب الطبي، بس في جانب آخر أيضا هو النظام الغذائي أساسا قديش بيلعب دور في تغيير هي الهرمونات وضبطة عند النساء. أكيد يعني في مسميات عديدة اليوم لسن اليأس، عن سن الحكمة أو سن الأمل. أكيد هي المشكلة اللي أو فينا نقول مرحلة طبيعية بترافق كل سيدة من عمر 45 لل 55 سنة. أكيد بترافقها كثير من الأعراض والمضاعفات يلي بتختلف شدتها من سيدة لأخرى. أكيد اليوم مشاهدينا نحن رح نركز على موضوع التغذية، لأنه بالرغم من عدم وجود نظام غذائي معين لاتباعه، إلا أنه نحن لازم نعتمد على التغذية السليمة ونمارس بعض الأنشطة البدنية المفيدة. خلونا نحكي أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستوديو، اختصاصية التغذية رغد بتنجاني. يسعد صباحك. صباحك. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع كثير مهم بهم كل النساء اللي عم يتابعونا، وانا ما بحب اقول سن الياس، سن الحكمه، او هو فعليا سن كثير مهم لكل امراه اساسا فيها تعيش حياتها بطريقه مختلفه، فيها تستغل هيدا الوقت بطريقه كمان مختلفه. بس الهرمونات اساسا من عند المراه، يعني منذ بلوغها يعني لاخر حياتها بتلعب دور كثير كبير بنظام حياتها وتقلب مزاجها ومشاعرها. بس بالبدايه خلينا نعرف هيدا السن، سن الحكمه شو هو؟ لا، سن الياس او سن الحكمه او سن الامل صار له مسميات كثير. صحيح. هو مرحلة طبيعية عند حياة أي امرأة. بيبدأ بيظهر بين أعمار 45 إلى 50 سنة، بيختلف من امرأة لثانية.
بتمثل انه المبيضين عند المراه بتوقفوا عن عملهم، تنخفض الهرمونات الانثويه اللي هن البروجستيرون الاستروجين، وتفوت المراه بمرحله ما بتعود بقى قادره على الانجاب. هي المرحله الخبر السيء فيها انه هي بيكون مترافقه مع اعراض مزعجه على راسها اللي نحن بنسمعها على طول، هي الهبات الساخنه. صحيح. وبعد ما يمضى فتره كم سنه من هالمرحله بيصير عند المراه اللي بكماله حياتها في قابليه اكثر للاصابه بالامراض على مستوى القلب والاوعيه الدمويه مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، على مستوى العظام بيزيد عندها قابليه الاصابه بهشاشه العظام، حتى اكتساب الوزن والاصابه بالسمنه او البدانه بتزيد عندها بهالعمر. صحيح. لكن الخبر الجيد انه انا هالاعراض المزعجه والقابليه للاصابه بالامراض فيني سيطر عليها بالنظام الحياه الغذائي والرياضي الصحي. يعني فينا نقول انه بهي المرحله بسن الياس بيكون عندنا كثير تغيرات هرمونيه او جسديه. خلينا نوضح المرحله ما قبل سن الياس، كيف ممكن نستعد؟ شو العادات الصحيه اللي نحن لازم نتبعها؟ اكيد. هلا انا بدي اقسم مراحل حياه الامراه اذا بدي استند لسن الياس لثلاث مراحل. اول مرحله بتبدا من عمر المراهقه مرورا بالبلوغ والانجاب وغيره لحتى اوصل لبدايه اضطراب الهرمونات. المرحلة الثانية من بداية اضطراب الهرمونات لحتى يستقر وضع المرأة اللي بياخد أحيانا من 7 سنين ل10 سنين، طبعا بيختلف من امرأة لثانية، هي اللي حسميها المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بس استقر الوضع لآخر حياة الامرأة. كل مرحلة لها توصيات معينة لحتى أنا أدخل على عمر سن اليأس بأقل أضرار أو إزعاج ممكن. التغيرات اللي بتصير بالنسبه لسن الياس هي محصوره بالمرحله الثانيه والمرحله الثالثه، لكن صحيح. التحضير بيكون من عمر المراهقه. لانه بالعلم التغذيه عندي مقوله كثير شهيره بتقول لاضمن شيخوخه مريحه لازم اشتغل على شيء من ايام المراهقه. حكيتي نقطه كثير مهمه هي التاسيس، يعني من سن المراهقه والتغذيه بتلعب دور، لانه بنعرف في كثير اكلات اساسا بتاثر على صحتنا النفسيه والجسديه. يعني أكيد. مثل ما بيقول لك مثلا انا باكل شوكولا بتعدل مزاجي، في اكلات اخرى كمان بتاثر. طب خلينا نحكي عن اهميه التغذيه، يعني من البدايه من سن المراهقه، لانه نحن اساسا هلا الحياه مختلفه. أكيد. يعني المناخ صار مختلف، الحياه مختلفه اللي عم نعيشها، الاكل مختلف، بتحسي حتى الجو بشكل عام صار مختلف عن سابقا. مزبوط. هلا انا اذا مثل ما قلنا قسمنا ثلاث مراحل، رح ابدا بالمرحله الاولى اللي بتبدا من عمر المراهقه. عمر المراهقه اول شيء بيكون لسه عندي نمو، لازم انا تلتزم البنت بهذا العمر بنظام غذائي متكامل، نبتعد عن الحميات الغير مدروسه، لانه بنعرف نحن البنات الصبايا بحبوا بقى يخفضوا وزنهم بهالمرحله. حميات غير مدروسة ممنوعة، الحميات اللي بتركز على غذاء معين وبتنفي الثاني مثل الكيتو وحميات البروتين هي كمان لازم تكون ممنوعة. وفي دايتات قاسية جدا. تمام. فلازم يكون أنا عندي تغذية متكاملة حسب الهرم الغذائي، إضافة للتركيز على الكالسيوم بشكل كتير كبير. ليش أنا عم بقول هيك شيء؟ لأنه حكينا نحن بعد سن اليأس بتزداد قابلية هشاشة العظام. صح. والكثافة العظمية بتتحدد حصرا بعمر المراهقة. إذا مرق عمر المراهقة ما تحددت كثافة عظمية مناسبة ما عاد أقدر عوضها بعد. فكل ما أنا كان عندي كثافة جيدة من عمر المراهقة كل ما ضمنت أني أنا أستبعد الإصابة بهشاشة العظام. غير التغذية عندي النشاط الرياضي هو كتير أساسي، وعلى رأسه رفع الأثقال. رجاء أن رفع الأثقال لا تستثنى منه المرأة. طبعا رفع الأثقال تحت إشراف مدربين رياضيين خبراء بحدود وأوزان معينة. ليش عم بقول رفع الأثقال؟ لأنه بيضمن أربطة ومفاصل وعظام وعضلات قوية بيحمي، إضافة لأنه تمارين رياضية الدورية وخاصة رفع الأثقال بيعزز إنتاج هرمون النمو وبيأخر الشيخوخة بشكل عام قدر الإمكان. هاي بالنسبة لأول مرحلة. يعني رغد من خلال حديثك ذكرتي أنه لازم يكون في عنا نظام غذائي وحمية بنفس الوقت للمراهقين ولكبار السن. طيب حكينا نوعا ما عن التغذية الصحيحة أو السليمة اللي لازم السيدة تتبعها بهي المرحلة. لكن اليوم عنا ممنوعات كمان، شو فينا ننبه اليوم ونحذر الصبايا بهذا الموضوع؟ ممنوعات كيف تقصدي؟ للمراهقين، ممنوعات التغذية. تمام. هلا مثل ما قلنا لازم يكون نظام غذائي متكامل، بعد قدر الامكان عن الوجبات السريعه، عن الامور اللي بتخلها مواد حافظه، مواد هرمونيه زاده، يعني كل شيء مصنع، كل شيء ما هو طبيعي هذا لازم نبتعد عنه. ادويه عشوائيه مثلا لغرض التنحيف او غيره نحن نبتعد عنه، لندخل لبقى مرحله. وفي عندي كمان مرحله ما بس نركز على المراهقه، وقت تمر المراه بمراحل الحمل والانجاب هون بصير عندها فقد كمان بمخزون الجسم من الفيتامينات والمعادن. كيف ممكن نعوض هدول الامور؟
هلا اول شيء خلال الحمل كمان لازم يكون عندي حميات خاصه تضمن ثبات الوزن لانه كمان ارتفاعه سيء، وبنفس الوقت تضمن تعويض شو عم تفقد المراه. صحيح. وحاليا بصراحه صار في تحت اشراف طبعا اطباء النسائيه نفسهم انه يكون في دائما مكملات غذائيه، يعني بصراحه غذائنا ما عاد يامن كل الحاجات اللي لازم يامن. طيب خلينا نحكي بما انه عم نقول مكملات غذائيه وغذائنا ما عاد يمكن موجود او كامل، يعني القيمه الغذائيه الكامله له، خلينا نحكي عن النظام الغذائي اذا بدنا نقول بسن الحكمه او سن الامل، لانه بنعرف في اكلات كثير معينه لازم بتاثر على هرمونات المراه وضمن المعقول، يعني اليوم ما فيني ضمن الغلاء الاقتصادي الكبير وكلي مكسرات وكلي عسل وكلي لا، بدنا نعرف البدائل يعني اللي هي ممكن تكون متوفره باي بيت اليوم. هلا بمرحله سن الياس او بنحن نسميها المرحله الثانيه من عمر المراه، حكينا نحن عن موضوع الهبات الساخنه. صحيح. هبات الساخنه هي فجاه ارتفاع حراره بالجسم باوقات مختلفه من اليوم، احيانا اثناء النوم احيانا اثناء العمل، وبتسبب احراج، بيصير بيترافق مع احمرار جلد، تعرق شديد وزياده ضربات القلب. هالتعرق الشديد بيدخل احيانا الجسم بمرحله التجفاف، والتجفاف خطورته كثير كبيره، ما بقصد انا انه جفاف جلد، هو بيؤدي الى امراض على مستوى الجهاز التناسلي الانثوي، على مستوى الفم والاسنان واللثه، وامراض مزمنه ثانيه. فاول شيء انا بدي ركز عليه بتغذيه المراه بهالمرحله هو التعويض السوائل، اللي هو ممكن يكون مجرد انه انا تتناول الماء وتشرب الماء وخضار وفواكه. هلا الابحاث الجديده بتقول لك كيف لازم يكون نظامها الغذائي يوميا بهالمرحله. اول شيء لازم تبتعد عن الكربوهيدرات والسكاكر البسيطه، لانه مثل مثلا معكرونه او الشوكولا وهالقصص، لانه هي بترفع الاستقلاب بشكل سريع بالدم وبتزيد من حده الهبات الساخنه. اثنين، لازم تركز على البروتينات وعلى مصادر الكلس والفيتامين دي لتامن الكتله العضليه والعظميه المنيحه والمزاج الجيد، لانه الفيتامين دي بيلعب هالدور. تبتعد عن الدهون المشبعه اللي موجوده باللحم الاحمر والزبده والسمنه وهدول، لانه مثل ما قلنا صار ما عادت مثل قبل، صار عندها قابليه للاصابه بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. واهم شيء تركز على الدهون الغير مشبعه مثل الموجوده بالسمك بالاوميجا 3 وغيره. هلا كمان بتوقع فيها هي تختار مصدر لكل شيء حكيناه ما يكون غالي الثمن، متواجد هذا الشيء. في دراسات بتقول بما انه عم بينخفض الاستروجين بهالمرحله، في عندي شيء اسمه استروجين نباتي موجود بفول الصويا، بذور الكتان، ما له مكلفه لحد الان، يعني اذا ما بدها هي المكسرات الغاليه فيها تشوف بذور الكتان وفول الصويا فيه نسبه عاليه. موجود الاستروجين بالتفاح، موجود بالفواكه، وطبعا يعني بكميات مدروسه تاخذها حسب استشاره التغذيه. لكن كل شيء انا حكيته من هدول لازم يتم تناولهم قبل الساعة 6 مساء. يعني يفضل هون انه نحن نفوت بشيء اسمه صيام متقطع، بعد الساعة 6 ما تقعد تتناول التغذية، ما يقعد في ضغط على الأمعاء، وتتجه للأعشاب المهدئة، لأنه إذا في ضغط على الأمعاء أثناء النوم راح يزيد من الهبات الساخنة. يعني مفيدة هي الأعشاب اليوم لحتى إذا بدنا نحاول نخفف من هي الأعراض اللي ممكن تظهر. فعلا في كثير سيدات اليوم بنشوفهم بيلجأوا للطب البديل أو التكميلي من خلال الأعشاب الطبيعية، هل هذا الشيء صحيح؟ صحيح، وقت انا اروح عليه بطريقه مدروسه واستشير مختصين. هلا في اعشاب هي مثلا مثل البابونج، مثل الزهورات المليسه، ما فيها مواد تؤثر على الهرمونات او شيء، هي مجرد بتهدئ الاعصاب. بس مثلا انا عندي اعشاب مثل المريميه وهالامور فيها شيء بيشبه هرمونات الانسان، هون يفضل يكون في استشاره لناس مختصين قبل. طب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي بتوقع فيها كل امراه بهي المرحله، يعني ممكن احيانا هي بتقوم باشياء مفكره انه هي اشياء ايجابيه ان كان من خلال نظام غذائي او رياضه معينه. تمام. شو الاخطاء الشائعه اللي انت بتشوفيها يجب الوقوف عندها؟ هلا الخطا الاول او المعتقد الاساسي الاول اللي بدخل المراه بامور ممكن تاثر على نفسيتها او على صحتها، انا برايي هو نفسي قبل ما يكون غذائي. يعني لازم يكون عندنا تحضير بالمجتمع وبالعائله وباي مكان نفسيا، انه هي المرحله هي ما لها نهايه لحياه الانثى، وبالعكس هي مرحله كثير مهمه. ونحن بنشوف هلا ناس بقطعوا سن الياس ولسه مظهرهم ببين كانه صبايا يعني. فالخطأ الشائع الأول إنه أنا ما يكون عندي أفكار خاطئة عن المرحلة. اثنين، ما يكون في مثلا تقليد لحدا مثلا تناول دواء هرموني معين وارتاح عليه فيروح الشخص يقلد غيره. لازم دائما يكون في رجوع لطبيب أو لاستشاري، لأنه كل جسم بيختلف عن الآخر. مثل ما قلت الأعشاب تتاخذ بشكل عشوائي، أو حتى اللي حكيت عنه مصادر الأستروجين النباتي فول الصويا وهيك، إذا تاخذوا بكميات كبيرة ممكن أحيانا يسببوا أمراض سرطانية.
فدائما يكون في استشاره ويكون في توعيه. طيب الهرمونات البديله، يعني بنعرف كل نساء ممكن بهيدا العمر تاخذ ادويه بيقول لك هيدا هرمون بديل، كمان قديش بيأثر، قديش فعليا هو له فوائد ايجابيه على المرأة ولا ما كثير؟ الحقيقه هذا الموضوع طبي بحت، يعني هذا يفضل يكون في اتفاق او نظره من طبيب النسائي الخاص بهالامراه، يكون في تحاليل معينه، يكون في مراقبه معينه ليشوف اذا بناسبه او لا. ابحاث بتقول لك او ناس بيقولوا لك صار في استفاده او في احيانا بيكون في اضرار. دائما الاستشاره والوعي هو اللي بينجينا من اي خطا. اكيد. يعني ممكن كمان من المشاكل اللي بتتعرض لها السيده بسن الياس بيصير عندها زياده كبيره بالوزن. اليوم احنا كيف قادرين نتخلص من هالمشكله؟ كيف قادرين نضبطها؟ تمام. هلا هي المشكله بتظهر بعد استقرار، يعني قطع سن الياس ودخول المراه بمرحله ما عاد عندها القدره على الانجاب. هون بيصير عندي زياده بقابليه اكتساب الوزن. اهم شيء انا مثل ما قلت بعد عن الدهون المشبعه. هي بتصير نظام حياه دائم، يعني تركز على الدهون الغير المشبعه، الرياضه بشكل دوري بما يناسب صحه المراه نفسها، هذا كمان كثير مهم. وإذا هي مثلا بمرحلة سن الياس تعودت على النظام الغذائي الصيام المتقطع اللي حكينا عليه، انه بعد 6 او 7 مساء ما يعود في تناول الوجبات، هذا كثير ممكن يريحها بعدين. ذكرتي خلال حديثك قديش مهم فعليا نركز على الغذاء السليم من خلال تناول الخضروات والفواكه. بنعرف نحن الخضروات والفواكه موسمية، وفي كمان خضروات وفواكه بيعطوها هرمونات. قديش مهم تركز على هي النقطة الامرأة انه تاكل هي فعليا نقول الخضرة الموسمية، لانه هلا ما عاد تعرفي الخيارات الاصح. يعني وفعليا في نسبة هرمونات عالية تمنح للخضروات والفواكه اليوم. هذا الشيء اول شيء بنقدر نحن اذا بنبحث بنشوف مثلا هذا الموسم شو الخضره اللي بتكون بيقولوا لها بلديه او هي نازله بوقتها، هي كمان بترجع لخبره الشخص نفسه. المكان اللي عم نشتري منه كمان بيبين معنا، يعني هي بترجع لخبره. بتاثر يعني الخضره بتاثر مو بس على الانثى بمرحله سن الياس، بتاثر حتى وخاصه بشكل كبير على الاطفال بمرحله النمو. طبعا هذا الشيء بيكون كثير ضار، وهي الهرمونات متواجده مو بس بالخضار والفواكه، لا متواجده بالدواجن، باللحم للاسف، لحم بالبيض بهذا. فدائما لازم نختار نحن المصدر، ودائما الاطلاع والقراءه، واذا ما عندنا قدره على الاطلاع نسال ناس خبيره بيكون كثير منيح. صحيح. تمام. يعني بالختام خلينا هيك نعطي شويه نصائح للمراه لما بتدخل بسن الياس. تمام. هلا انا دائما نصيحتي الاوليه، وهي الطب دائما بيتفق عليها، انه الوقايه خير من قطار علاج مثل ما بنقول. التوعيه النفسيه كثير مهمه لهذا الموضوع، التاسيس الصح على الناحيه بدءا من المستوى الغذائي والرياضي من عمر المراهقه وصولا لمرحله سن الياس كثير مهم. وما بعد دائما يكون عندي نظام حياة. نظام الحياة كثير مهم على المستوى الرياضي والغذائي، بيخلي الامرأة تدخل بهالمرحلة وهي مرتاحة وتعيش ما بعدها وهي كمان مرتاحة. وأهم شيء يكون عندي بمرحلة الأخيرة اللي بعد سن اليأس مراقبة صحية دورية. صحيح. لصحة العظام والجهاز التناسلي الأنثوي والهرمونات ومعادن الجسم بشكل عام. وهذا ما بيكمل كله إلا بالدعم العائلي. أكيد. أكيد. يعني الحالة النفسية بتأثر بشكل كتير كبير، لازم يكون في وعي كتير كبير من قبل المجتمع المحيط للمرأة، لأنه بنعرف قديش هيدا بيأثر على نفسيتها. بالختام أكيد بدنا نشكرك أخصائية التغذية رغد بتنجاني على وجودك معنا، ودائما معلومات قيمة بحضورك. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا رغد، نورتي صباحنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. اما هلا هايدي بننتقل لمادتنا التاليه، وخلونا نروح لمعلومات ممكن نكون عم نتعرف عليها لاول مره وممكن عم نتعرف عليها لمره ثانيه. خلونا نتابع هالتعلم. هل تعلم ان البابونج احد اقدم الاعشاب الطبيه التي عرفتها البشريه؟ ويحوي البابونج حوالي 2% من الزيوت المتطايره التي تعطي خصائص مضاده للالتهابات، كما تشير بعض الدراسات الى ان استنشاق بخار مستخلص البابونج مفيد في اعراض نزلات البرد. وهل تعلم ان البابونج يستخدم تقليديا للعديد من امراض الجهاز الهضمي بما في ذلك اضطرابات المغص واضطرابات المعده وانتفاخ البطن وتهدئه المعده وارخاء العضلات التي تنقل الطعام عبر الامعاء، كما تم استخدام مستحضرات البابونج مثل الشاي والزيت العطري لعلاج الارق، ويعتبر البابونج على نطاق واسع بمثابه مهدئ خفيف ومحفز للنوم. وتشير بعض الدراسات الى ان البابونج
قد يخفف من ارتفاع السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري عن طريق تثبيط مستويات السكر في الدم وزيادة تخزين الجليكاجين في الكبد. ويعتبر البابونج بفضل احتوائه على مركبات مثل الفلافونويد مساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مع ذلك ينصح باستشارة طبيب قبل تناول البابونج في مثل هذه الحالات. يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا الثانية. مرحلة الطفولة مرحلة حساسة، وإذا فينا نقول المراحل العمرية الأولى لازم يكون في كتير انتباه وحذر من الأهالي، لأنه بيتحدد فيها وبيظهر مشاكل عديدة يلي ممكن يتعرضوا لها الأطفال. اليوم رح نحكي عن مشاكل اضطرابات النطق، عسر الكلام، الكلام بطريقة غير مفهومة. هذا الشيء نحنا منشوفه ومنلاحظه عند أغلب الأطفال، إما لأسباب وراثية أو بسبب البيئة المحيطة، أو خلينا نقول نور إنه اليوم ممكن كتير من الأطفال يتعرضوا لمواقف وصدمات تأثر على النطق. أكيد هايدي، يمكن بالآونة الأخيرة أو بالعشر سنوات الأخيرة عم نشوف فعلياً اضطراب النطق أو عسر الكلام أو تأخر اللغة، عم نشوفه بشكل كتير كبير عن الأطفال، وعم نشوف يمكن توسع بهيدا المجال. صحيح. من أخصائيين مهمين، أهمية المتابعة. يمكن الأم بتقول إنه عادي إذا تأخر اليوم بالكلام أخوه اللي قبل منه طول، لا، بس في مرحلة معينة فعلياً لازم الطفل بعد الأربع سنوات يكون قادر إنه يتكلم وينطق الكلام بشكل أصح أو مفهوم للمحيط. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا أخصائية صعوبات تعلم يارا أحمد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور. يسعد صباحكم يارا. أهلا وسهلا فيكي. بداية، يمكن اضطراب النطق فينا نقول هو نوع من أنواع التواصل. اليوم نشوف كثير من الأطفال بعمر صغير ممكن يكونوا طليقين بالكلام أكثر من أقرانهم، وبنفس الوقت مثل ما ذكرنا ممكن ما يكونوا قادرين انه يحكوا لاسباب ممكن عديده. بدايه خلينا نعرف من حضرتك شو هو اضطراب النطق عند الاطفال. تمام. هلا مثل ما ذكرتي حضرتك انه النطق او التواصل او عمليه النطق بشكل عام هي تابعه لنوع من انواع التواصل. هلا نحن التواصل عند الناس بشكل عام تبدا بمرحله مبكره، بيبدا الطفل انه هو يتواصل مع الاخرين بطريقه مثل ما بيقولوا بلغه محكية أو بلغة الإشارة، فنحن بنسميه تواصل لفظي أو تواصل غير لفظي. هلا التواصل اللفظي هو عبارة عن عملية الكلام، النطق والكلام، أما عملية التواصل الغير لفظي هو عن طريق لغة الجسد، إيماءات، تعبيرات الوجه، حركات الجسم بشكل كامل. هلا الطفل لحتى يتواصل مع الآخرين أو نحن بشكل عام كناس متواصل على الآخرين من خلال هدول القصص، من خلال لغة الجسد، إيماءات الوجه، تعبيرات الجسم بشكل كامل، ومن خلال النطق. هلا النطق، وقت اللي نحن بدنا نحكي انه الطفل عنده اضطراب بالنطق، هذا الشيء بيندرج تحت اضطرابات التخاطب، لانه اضطرابات التخاطب هو شيء له علاقه بالنطق والكلام. صحيح. تمام. فنحن وقت اللي بنقول انه هذا الاضطراب ظاهر عند الطفل يشخص او تحت نوع او يفند تحت انواع اضطرابات التخاطب. انواع اضطرابات التخاطب هي اربع انواع اساسيه: اضطرابات النطق، اضطرابات الكلام، اضطرابات الصوت، واضطرابات اللغه. هلا نحن كل نوع من هذول الانواع هو له نوع مختص فيه. بس خلينا نوقف هون قبل ما نحكي يعني انواع الاضطرابات ونفصل اكثر. نحن بنعرف في فروق فرديه عند الاطفال. تمام. يعني فعليا في اطفال بتتكلم بالسنتين بطلاقه، في اطفال تحتاج لبعد ثلاث سنوات. الأم أحيانا في عندها حالة نكران نوعا ما. أنا كأم يعني إما بدي وقف أقول فعليا ابني مصاب بتأخر نطق ولغة وكلام، يعني لازم فعليا استشير. تمام. هون قيمت، لأنه في يعني تداخلات، مرة بتقلك ممكن لا يكون في فروق فردية، ممكن يكون عنده فرط نشاط، ممكن يكون عنده اضطرابات مختلفة. قيمت الأم لا، أنا في هون لازم فعليا أتوجه لاختصاصي ويكون في عندي استشاري، بعدين نحكي هي الأنواع وكيف بنغوص بتفاصيل أكثر. هلا شوفي، نحن في عنا شيء اسمه تطور لغوي. هذا التطور اللغوي ببلش عند الطفل. نحن بنلاحظ إنه في مشاكل موجودة عند الطفل تقريبا، خليني أرجع مو بس بالنطق، إذا في عنده مشكلة أساسية بنبلش إحنا من عمر 3 شهور من خلال التواصل البصري، إذا في مشكلة من خلال الابتسامة الاجتماعية اللي هي ممكن تظهر عند الطفل كمان بعمر 3-4 شهور. صحيح. بنبلش بعدين بمرحلة المناغات، بنبلش بمرحلة إصدار الأصوات الغير مفهومة. إذا انتبهتوا الطفل بمرحلة معينة بصير يحكي بس أنت ما بتفهمي عليه. صحيح. تمام. هي تطور لغوي لدى الطفل. بعدين الطفل بمرحلة السنة تقريبا ببلش الطفل إنه هو يصدر كلمات
بابا ماما فردية. كلمات فرديه حتى بيحاول يقلدك. في عنا مرحله تقليد بتظهر لدى الطفل. هدول كلياتهم بيندرجوا مرحله ما قبل اللغه لحتى الطفل ينتج اللغه. فنحن اذا الطفل في عنده مشكله معينه فنحن بنشوف الطفل مثلا في عنا بنوقف عند مراحل معينه. انت في عندك سلسله تراكميه لتطور الطفل. هلا نحن هدول السلسله بتجي ورا بعض. نحن بمرحله التشخيص نحن بنسال الام عن هدول المراحل، مرحله التواصل اللغوي، مرحله عفوا التواصل البصري، مرحله المناغاه، مرحله الابتسامه الاجتماعيه، اصدار الاصوات الغير مفهومه، في عنا كمان انه اصدار كلمات معينه، مرحله التقليد، الاشاره، هل الطفل عم يشير، هل الطفل عم يستجيب للاوامر. هي كلياتها مكونات كلياتها بتجهزنا لمرحله اللغه. هلا انا امتى بوقف وبقول انه ابني عنده مشكله؟ هلا اكثر المشاكل اللي نحن ممكن نركز عليها بمرحله مثل ما بيقولوا مرحله السنه ونص سنتين هي مرحله تاخر النطق عند الطفل. نحن وقت الطفل بيصير عمره سنة ونص ببلش الطفل انه هو ما عم ينطق لك، يعني ما عم ينطق، ما في عنا كلمات بسيطة، انا هون بدي وقف. معناته انا ابني هون في عنده مشكلة، فانا بروح لعند الدكتور المختص. هو بجوز يكون هلا نحن في احيانا السنه ونص بيقول اذا ما قال بابا وماما ولا تمام لا. من هدول الكلمات اذا مثلا لقينا انه ما في مناغاه، ما في اصدار كلمه، ما في هو ما عم يحكي كلام مثلا، عم اصدار كلمات غير مفهومه، صار الطفل انه هون عم نلاحظ انه ما في تواصل بصري، او بجوز الطفل مثلا ما يكون عنده مثلا ما عم يبتسم، ما في تعبيرات للوجه، في مثلا مشكله كمان انه ما عم ينطق الطفل بشكل كامل، بنلاقي انه بيحكي معه مثلا ما عم يحكي معنا، ما عم يستجيب لنا بالاوامر. هلا الطفل احيانا اذا بتلاحظي انه انت بتناديه له فهو بيدير وشه عليكي. صحيح. نحن بنسميها لغه استقباليه. صحيح. فنحن بدنا نشوف لغته الاستقباليه هل هي تمام. بنلاقي الطفل انه هون الام لازم تنتبه انه في مشكله. في نحن عنا بس بدي يفوت بشق انه الوراثه. هلا انا امبارح كان في عندي طفل، فالام انه عم بسال الام بمرحلة معينه انه نحن في عنا هذا الطفل، انه ليش ما انه امتى مثلا بلش ينطق، امتى مثلا بلش المناغاه. فقالت لي ابوه كمان، قالت لي خبرتني امه انه كمان كان نفس الشيء. فممكن تكون هاي الحاله وراثيه. يعني في اطفال نحن احيانا ما بينطقوا، يعني كثير قليل الكلام عندهم لمرحله الخمس سنوات. كثير اجتني حالات هيك الطفل ما بيكون في شيء، عملنا له تشخيصات كامله من اختبار الذكاء لتشخيص النطق والكلام، فبنلاقي انه هو ما عنده مشكله، لكن في شيء هون عنا وراثي. تمام. لكن نحن اذا ما في شيء عنا وراثي تمام، لا هون بدنا نرجع بيكونوا عنده الطفل مشكله. ممكن من احد المشاكل اللي بتسبب تاخر النطق عند الاطفال هو اصابه الطفل باضطراب طيف توحد، فرط الحركه وتشتت الانتباه، بجوز يكون في مشاكل بالاذن ما عم يسمع الطفل. صحيح. بجوز الطفل يكون عنده عيوب بأجهزة النطق والكلام. فنحن بدنا بس نشوف الطفل بعمر السنة ونص هو هاي المراحل ما عنده مشكلة فيهم، بنروح لعند الدكتور المختص. بجوز الدكتور يعطي مثلا فرصة للطفل، بجوز الأم حتى ما عم تكون تتواصل مع الطفل. صحيح. هلا كمان بسبب، خلينا نروح مو بس الأسباب مثل ما بيقولوا الجسمانية، في نحن عنا أسباب بالبيئة المحيطة ممكن تسبب للطفل. يا رأي يعني مثل ما ذكرتي عنا اليوم مشاكل كثيرة، عنا أعراض كثيرة ممكن نحن نلاحظها بمرحلة عمرية معينة، لكن بلشتي تحكي على الأسباب، ذكرتي العامل الوراثي قديش بيلعب دور كثير مهم. وهلا خلينا نحكي عن التربية الصحيحة. اليوم بنشوف كثير من الأهالي ما بيعطوا أولادهم الحرية بالكلام، بتلاقيهم قاعدين بجمعات، ممنوع تحكي، ممنوع تشارك. هذا الشيء قديش ممكن يأثر على شخصية الطفل، ونشوفه ممكن بالمستقبل شخص انطوائي، يعني قديش ممكن هذا الشيء يأثر عليهم. تمام. هلا شوفي، هلا نحن خلينا نفوت بالشق النفسي لدى الطفل. هلا نحن وقت الطفل في مرحلة معينة الطفل بينفصل الأنا تبعه عن الأنا أنا الأم، هن بيكونوا مرتبطين مع بعض، فبصير في مرحلة انفصال. هي مرحلة الانفصال الطفل هون بده يكون شخصيته. فهون الطفل مثلا بده بقى يثبت رأيه، بصير يقول لك لا، بصير يقول لك إنه أنا بدي أروح للمكان، ما بقى بيمشي أنت مثل ما بدك. بهي المرحلة إذا نحن عملنا كبت للطفل، هون الطفل في عنا مرحلتين بده يفوت فيهم. يا أما الطفل بده يصير انطوائي وانعزالي وبصير مستسلم لا مثل ما بيقولوا للواقع، يعني فهون بتنمحى شخصيته، او بتظهر شخصيه ثانيه وهي الشخصيه العنيده العنيفه اللي الطفل هون بتظهر عنده شخصيه. انت بتقولي ابني ما كان هيك، لكن نحن وقت اللي بنرجع انه ليش ابنك صار هيك، بصير ردات. هون من اهم الاسباب اللي نحن مثلا بنشوفه الطفل بيكون عنيد، يعني انتم كثير بتسمعوا انه الطفل عنيد، ابني عنيد. طب ليش هو عنيد؟ لانه انت بمرحله معينه انت ما تعاملتي مع طفلك بطريقه صحيحه، فانت هون حاولتي انه تكبتي مشاعر، ما تخلي الطفل يتكون شخصيته بطريقه صحيحه،
منيحه، فهون صارت هي رده الفعل، صار يظهر سلوك عناد لدى الاطفال. بس بدي ركز على نقطه مهمه، انه نحن بمرحله من وقت الولاده الطفل لمرحله الخمس سنوات، مرحله الطفوله المبكره لدى الطفل هي من اهم المراحل اللي لازم نحن نعتني فيها، اللي لازم نحن هون بتتكون شخصيه الطفل، بتطور الطفل نمائيا لغويا، بتبنى شخصيته. فنحن اذا تعاملنا بهي المرحله بطريقه ما صحيحه، فهون الطفل حيصير عنده مشاكل مستقبليه. طيب يارا، ذكرتي خلال حديثك انواع اضطرابات النطق والكلام عند الاطفال، خلينا نرجع نذكر الاربعه وفعليا نفسرهم بشكل ابسط للناس. تمام. هلا نحن في عنا اربع انواع لاضطرابات التخاطب. نحن عنا اضطرابات الصوت، اضطرابات النطق، اضطرابات الكلام، واضطرابات اللغه. هلا معظم الناس اذا بيجي مثلا لعندك طفل بيقولوا مثلا عنده مشكله بمخارج الحروف او عنده تاخر لغوي، دائما بيقولوا انه اي عنده مشكله مثلا بالكلام او عنده مشكله نطقيه. هلا هون بس بدي اوضح انه نحن عم نحكي بشكل عام، لكن هذول اربع انواع، كل واحد منهم بيضم فئه معينه لدى الاطفال. صحيح. خليني بلش مثل ما انه نحن بلشنا بحديثنا عن اضطرابات النطق. هون الطفل بيكون عنده مشكلة أساسية، هو بيكون بينطق تمام، في عنده لغة إن هو عم يحكي، لكن بتكون نحن عنا مخارج الحروف ليست عم تنطق بشكل صحيح. نحن مثل ما بنعرف إنه بتشوف كتير أطفال هو عم يحكي لكن بيكون كلامه غير مفهوم، بيكون كلامه في مثلا حروف مثلا ما أنا واضحة، مثل مثلا متكررة، يعني بتحس مثل مثلا التاء والكاء، بتلاقيهم بيستبدلوا الأحرف بأحرف أبسط لللفظ. تمام. هذا الشيء طبعا ممكن يكون ناتج عن شيء نفسي أو عن شكل عيوب نطقية، أو بيكون أحيانا بسبب دلع. يعني انتوا شوفوا احيانا الطفل بمرحله معينه مثلا بدل ما يقول لك كلمه شمس بيقول لك ثمث، والاهالي كثير بينبسطوا. يعني هي اللي بدي ركز عليها، فانه الطفل بتتثبت عنده مفهوم انه معناته انا نطقي صحيح. فانت وقت اللي بتيجي تصلحي المخارج لدى الطفل بتكون مثبت عنده انه لا انا عم بنطق بشكل صحيح، وبصير يكرر لك اياها كرمال انه انت تضحكي. فهذا الشيء نحن كثير بدنا ننتبه عليه. هذا مغلوط، لانه عند الاهل يعني اول فتره بتلاقيهم بيضحكوا عليها وبيعيدوها، بعدين بيقولوا لا عم تقول غلط، فبتلاقي حتى يعني هو بصير عنده مشاكل انه بالاول أنا كانت طبيعية كيف تمام. صارت بالنسبة. فهون بصير عنا خلل لدى الطفل. صحيح. فنحن المفروض الطفل صح نحن كثير بنبص بطريقة حكي، بس لازم التصحيح المتكرر لدى الطفل. والنقطة كمان بدي نبه عليها، هو إذا كان في حدا من الأبوين عم ينطق بطريقة ليست صحيحة. هلا شوفي نحن أحيانا وقت اللي بيجي لعنا أهل، دائما نحن بنشوف بنسأل الأهل هل أنتم عندكم مشاكل نطقية؟ في حدا بالعائلة عم ينطق عنده مشاكل بالنطق والكلام؟ لأنه نحن أحيانا بنشوف مثلا أمهات عندها مثلا لدغات. صح. عندها سرعه زائده بالكلام. صحيح. عندها مشاكل معينه، فنحن وقت اللي بنرجع بنلاقي انه الام الطفل في مرحله معينه تمام، بصير عنده مرحله مهاره التقليد. هي مهاره التقليد هي ناتجه عن انه مثلا انه بصير الطفل بياخذه من الام بطريقه صحيحه، فهون بصير عنده نطق ومخارج الاحرف ما لا تنطق بطريقه نظاميه. بنروح هلا على النوع الثاني وهو اضطرابات الصوت. هون بيكون عندنا كمان في نطق في لغه، لكن احنا هون بيكون عندنا مشكله بالصوت. هلا كثير بتسمعوا ناس صار عندها بحوحه بالصوت. ناس صار عندها بتلاقوا صوتها خافت كثير، بتضل تقولي لها علي صوتك علي صوتك، ما عم يعلى الصوت عندها، يعني في عندها رتم معين بالصوت. او ناس صوتها كثير مثل بيقولوا تخين غليظ، فهون كمان بيندرج تحت اضطرابات الصوت. فالمشكله الاساسيه اللي بتكون متواجده عند الطفل انه هي بيكون الطفل عنده مشكله بدرجه الصوت. وهون المشكله الاساسيه اللي بتكون متعلقه بهذا الموضوع هي بالحبال الصوتيه، لانه مثل ما بنعرف الحبال الصوتيه هي المتعلقه، هي اللي بتصدر الاصوات. تمام. يعني يمكن كنا عم نحكي عن جانب انه هالي كتير بينبسطوا لما طفلهم يحكي بطريقة الدلع، لكن بنفس الوقت تخلينا ما ننسى أنه اليوم في تنمر على هدول الفئة من الأطفال، إن كان بالمدرسة، إن كان من أقرانهم، من زملائهم، حتى يمكن من أهلهم وأخواتهم بالبيت. كيف ممكن اليوم نحمي أطفالنا من هذا التنمر؟ هلا كيف بدنا نحمي اطفالنا؟ انت عم تروحي على العلاج، ما انك عم تروحي على الوقايه. طب انا ليش وقت اللي بشوف ابني عنده مشكله ما بحاول ادعمه نفسيا واجتماعيا وحاول حل له المشكله؟ هلا شوفي انت، تخيلوا الطفل بمراحل معينه بيكون هو موجود تمام، عم يقرا درس او لدغ الطفل، او مثلا عم يحكي بسرعه ما عم يحكي بطريقه مفهومه. انت مالك هون عم تناقشي او عم تكوني ضمن وسط اجتماعي، الاطفال عم يعرفوا شو عم يتصرفوا او عم يعرفوا شو عم يحكوا، هن بس بدهم يتسلوا، يعني هن عم يلعبوا مع رفيقهم، عم يتصرفوا تصرفات معينه. فهون الطفل بجوز مثلا حدا يقول له انه والله انه انت مثلا انت بيصدر له كلمات معينه او كلمات يعني بتزعجه شخصيا، فهون الطفل شو بيصير عنده؟ من اكثر الاطفال اللي عم شوفهم عم يصير عنده انطوائيه، عم يصير عنده انعزاليه، الطفل ما عم يبلش انه هو
يندمج مع اقرانه. بنلاقي دائما هو اخذ سيستم معين بصير انه بتقول له الانسه اطلع اقرا، بيلاقي الطفل انه هو ما عم يقرا. فانا وقت نحن دائما عم نحكي عن العلاج، بس دائما نحن ما عم نرجع لمرحله الوقايه. صحيح. تمام. نحن وقت اللي بدنا نحن نعالج الطفل، انا وقت بشوف ابني عنده مشكله انا المفروض علي حلها، ادعمه نفسيا واجتماعيا، حاول ادمجه بطريقه صحيحه لحتى الطفل تنحل عنده المشكله. طالما نحن حلينا جذر المشكله، الطفل حيكون حيمشي بطريقه سلسه وبسيطه. أكيد يمكن الحديث واسع يعني، أكيد. قلنا محطات قادمة برحلاتنا الصباحية لنحكي عنه بشكل موسع أكثر. أكيد إن شاء الله. وختام أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة اللي حكينا عنها. شكرا كثير. شكرا لكم. شكرا لك. وأكيد نتمنى يعني يكون في وعي أكثر من الأهالي ليكتشفوا أي مشكلة حياتية ممكن تصيب أطفالهم بعمر معين، كرمال نوفر يعني رحلة علاج طويلة. أكيد أكيد. شكرا لك، نورتي صباحنا. تسلموا لي يا رب. شكرا لكم. شكرا لك. أما هلا نور مكملين بصباحنا، وخلينا نروح للتقرير من الحسكة، حيث أقامت مديرية الثقافة بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب في المحافظة وجمعية صفصاف الخابور الثقافية جلسة غنائية وموسيقية تراثية في الهواء الطلق. تفاصيل أكثر من تابعها سوا مشاهدينا بالتقرير التالي لمراسلنا أحمد الحمدوش. مديرية الثقافة بالحسكة بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العربي في المحافظة وجمعية صفصاف الخابور الثقافية أقامت جلسة غنائية وموسيقية تراثية في الهواء الطلق ضمن حديقة المديرية بالمدينة، شارك فيها عدد من الفنانين المبدعين. وهي دعوة للأصدقاء أصدقاء الثقافة أن هذه الحديقة حديقة المثقفين وأصدقاء الثقافة في مدينة الحسكة. أردناه أن يكون نشاطا حرا مفتوحا على فضاء المكان، نستوحي من خلاله ونستعيد ونستلهم بعض الفنون والموروثات الفنية الغنائية في الجزيرة السورية من خلال هذا التفاعل العام. وهذه الأنشطة يعني تأتي بشكل عفوي، أي أننا نتلقى فيها مبادرات من الحاضرين مع البرنامج المقرر، فنخلق نوع من التفاعل والتكامل بين الجمهور وبين إعداد هذه الحفلات. على أنغام العود الجميلة قدم كل من الفنانين يحيى عبد الجبار وأحمد محمد الحسين مقطوعات موسيقية تراثية من تراث الجزيرة السورية والفرات، كما قدم الفنانان جميل مطرود وجمع علي عددا من القصائد الشعرية الشعبية والمواويل وأصناف من الغناء التراثي كالمولية والعتابة والزهرية، وسط تفاعل مع الجمهور الحضور. جمعية صفصاف الخابور كما يعلم الجميع ولا يخفى على أحد أنها بعد أن أصاب هذه المحافظة من خواء في الجانب الفني والرياضي قامت ببعض الأنشطة ولمت الشمل. والله مشاركتي ما شاء الله مشاركة جميلة وحلوة، ولأول مرة هاي يعني دعوة من الشباب أول مرة وما شاء الله عليها حلوة حيل حلوة، أتمنى أنه أتابع معهم المشاركة بأي وقت كان. سيتم خلال شهر تموز إقامة 4 أنشطة تراثية مشتركة في حديقة المديرية يستوحى من خلالها بعض الفنون والموروثات الغنائية التراثية والشعبية. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة. هلا بننتقل هادي لفقرتنا التاليه ولنحكي يمكن عن موضوع كان موجود بكل بيت سوري عن العود. بعتقد بكل عيله كان في عود صغير يمكن بدندنوا عليه بالجماعات، ما في حدا يمكن منا ما قعد بجمعه عائليه وكان في حدا عم يدندن على العود وعم يغني. لنحكي اليوم عن صناعه العود، كيف بتم صناعته والعزف عليه وقديش فعليا هي الاله الشرقيه إلى خصوصيه عنا. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا طارق صقر، صانع وعازف عود. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، اهلا وسهلا بحضرتك. كنا بنعرف اليوم انه العود اله وتريه شرقيه، اله متناوله يعني بكل شيء، بالبيت بالجمعات بالاعداد، دائما بنشوف شخص عم يدندن وعم يغني بنفس الوقت. بدايه خبرنا عن حضرتك، عرفنا عنك وايمت بلشت بهي الموهبه. هلا انا بالاساس عازف عود، عضو نقابه الفنانين السوريين وإلي مؤلفات يعني بالإذاعة والتلفزيون السوري. بعدين يعني الحب للآلة خلاني فوت بمجال الصناعة، أتعلم الصناعة. هي موضوع أنا مجرد كان اطلاع، أني اطلع على هي الآلة أكثر، أعرف لما أنا أنتقي آلتي بشكل جيد يعني أعرفها بالتفاصيل الخاصة هي.
فيما بعد يعني راحت فيني ظروف اني انا اصير صانع يعني. وكثير غير بافكاري تجاه الآلة حتى كعازف يعني. وكثير فادني هذا الموضوع بعلاقاتي. يعني صرت اعرف كثير عازفين هلا قبل ما كنت اعرفهم صاروا يتواصلوا معي مثلا بدهم اعواد يسالوني عن الاعواد. كانت كثير يعني خطوه مهمه وجديده كثير بحياتي. كان بالاساس ان العود يعني له حصه كبيره بذكرياتنا، وقالت العود والعزف عليه يعني فعلا جميل. يمكن ما في حدا منا ما جرب يمسك عود ويدندن عليه شوي، بس خلينا نحكي عن العزف. يعني هو آلة من أجمل الآلات الشرقية، لما تعزف ما بنسمع شيء من حضرتك لوين بتروح؟ يعني نحن اللي بنسمع بتلاقينا بنروح لأماكن جدا جميلة، بس فعليا لتبلش العزف وتفوت بالحالة وين بياخدك؟ هلا هي وين بروح؟ هي حسب الظرف يعني، وحسب الحالة، وحسب الـ يعني الأمور الحياتية والواقع، ما في بينفصل عنه الواحد يعني أكيد يعني. لكن هاي الآلة هي أقدم آلة يعني عبر التاريخ. صحيح. يعني كانوا يقولوا بالأول، بيقولوا المؤرخين إنه شو هو يعني أكثر فكرة بسيطة، إنه أنت تنفخي بقصبة أو بإنك تشدي وتر على قصعة يعني. فمو معروف، المؤرخين بيقولوا الأسهل هو الأول يعني بالنسبة لكل شخص يعني بتاريخيا يعني 3000 قبل الميلاد كانت موجودة هاي الآلة. كان فينا نقول مثلا كان في آلة اللير أولا، بعدين شدوا الوتر على طاسة على قصعة يعني، صار اسمه العود. بالعصر العباسي تطور العود على إيد زرياب بيسموه، أضاف الوتر الخامس، وكان في نقلة بالموسيقى الشرقية العربية يعني، خلينا نقول العربية أو الشرقية يعني، كونه الشرق هو أغلبه في هاي الآلة يعني، إن كان لزق أو طنبورة أو العود أو انتقل بعدين صار بالأندلس، صار اسمه اللوت جيتار مثل ما بنعرفه نحن هلا. طبعا بيختلف كمان في المندولين مثلا باليونان. صحيح. الآلة هي موجودة بالتراث السوري، خلينا نقول نحكي عن سوريا اليوم يعني. حتى أنت كنت عم تقولي إنه بكل بيت كان في عود صغير، هذا بيسموه العود الستاتي. صحيح. كان يسموه العود الستاتي، حتى كان يطلع مع جهاز العروس. صحيح صحيح. يعني العروس كان من مواصفاته انه هي لازم تعزف وتغني، حتى لو لازم تعزف معنا. صحيح. ويطلع العود مع جهازها. صحيح. تماما. خلينا نسمع شيء من حضرتك. هي. هلا
يعطيك العافية. يعني قديش اليوم صوت العود دافي وحنون وبيعطينا هيك جو خاص من الطرب. خلينا ننتقل لجانب ثاني ونحكي انه بصناعة العود اليوم عنا خطوات، عنا قواعد أساسية، عنا ألمام بكثير من الأمور، حتى بنشوف ومنلاحظ في أشكال من العود مطعمة بالصدف أو الموزيك. خلينا نوضح نحن كيف ممكن نختار شيء ما يأثر كمان على الصوت. هلا الآلة نتيجة التطور الصناعة بشكل يعني عام، كان جارة أو التطور الحاصل بكل الصناعات، صار في تطور كتير بالآلة. ولو أنه قديما يعني قبل 100 سنة إحنا بنتذكر مثلا النحات هي كان يطعم العود بالموزيك، كان يطعم، والموزيك هو بالأساس هو صناعة سورية يعني. العود كقالب ما في قالب موحد. صحيح. يعني ما عند الصناع، كل صانع بيرتقي شكل معين لهذا القالب يعني، ويعني بنفذه. هذا العود من صناعتك؟ هذا العود من صناعتك. قديش استغرق وقت؟ كيف كانت الخطوات؟ يعني تقريبا العود بيستهلك شهر ونص شغل ليطلع بسوية جيدة يعني. يعني فالصناع ما هم متفقين، بس متفقين على الشكل العام، قالب الأساسي يعني اللي احنا متعودين عليه على الشكل العام المرئي. بس خلينا نحكي عن العود السوري، صناعة العود السوري ومزاياه. بنعرف نحن بننتاز مثل ما قلت كل صانع له لمسته الخاصة وبيختلف حسب البلدان، ونحن بنعرف مؤخرا يعني احنا امتزنا عنا ميزات بصناعة العود السوري. خلينا نحكي عن العود السوري وشو اللي بيختلف فيه. هلا الاختلاف العود السوري هو عم بحكي يعني قبل 100 سنة هو التطعيم بالموزايك وتطعيم بالصدف، هذا اللي بيميزه، واللي بيميزه هو الصوت، صوته الجميل يعني، صوته الدافي الطربي يعني، اللي بيتميز عن الأعواد التركية أو الأعواد العراقية. لما نقول يعني صوته يعني اختلاف الوتر يعني الأوتار ولا في لا؟ هلا إيه طبعا في اختلاف بالدوزان، في اختلاف مثلا بيننا وبين المدرسة التركية في اختلاف بالدوزان حكما. صحيح. يعني أكيد المدرسة العراقية اختلاف بسيط جدا يعني، لكن مثلا الأعواد العراقية بتكون أغلبها سحب مثل هذا العود. هو بالأساس العود أساسه سحب يعني، كان أول شيء ما في خشب، وجه العود ما في خشب، كان وجه العود هو عبارة عن جلد يعني كانوا يسموه البربط أو صدر البطة بيسموه. فمثل الربابة كان السحب هو للأخير يعني، كان في عنا مربط خلفي يعني، بعدين لما صار الوجه الخشب صار في مربط ثابت. العود الدمشقي يعني اليوم أنا حظي كان معكم أني أنا جبت العود فرس متحرك. العود الدمشقي بتميز بالفرس الثابت. والصناعة صناعة العود الدمشقي متينة. والعود السوري أثبت هالفترة هي يعني من تقريبا خلينا نقول من 20 سنة لهلا. العود السوري أثبت جدارة بكل الكوكب. يعني عنا من بتذكر أنا كنت طالب كان اشترينا نشتري عواد من عند الأستاذ إبراهيم السكار، بعدين صار في حافظ سليمان، بعدين الأستاذ حسين سبسبي، يعني احترامي للكل ما بدي أنسى حدا. هلا شركة زرياب كلياتهم أثبتوا قدموا العود السوري بأسعار معقولة. لأنه هو لا أنا بدي أقدم أنا عود يعني يقدر يشتري الشخص يعني، ما يعني ما فيني أنا أدفع مبلغ كتير كبير لحتى أنا أحصل على عود جيد. العود السوري بيتميز بصراحة بهو بالسعر المقبول والجودة العالية. صحيح تمام. يعني كل الصناعة طبعا تمام. يعني يمكن اليوم نشوف انه بعض الشباب ممكن يلجؤوا للعزف على آلة العود من خلال يمكن دراسة أكاديمية، وبنفس الوقت بنشوف أشخاص تانيين بيلجؤوا لهي الآلة وبيتقنوها من خلال الموهبة والشغف. خلينا نوضح الفرق بين الاثنين وقديش مهم اليوم الدراسة الأكاديمية بهذا الموضوع. هلا حكما الدراسة الأكاديمية بتحلك انت تعرفي على مدارس أكثر، وكل ما عرفتي أكثر كل ما صرتي تشوفي أكثر، وكل ما صرتي تسمعي أفضل. وكل ما صار عندك زائقة لأنك أنت تقدمي الشيء اللي أنت داخلك. فحكما المعرفة هي باب مفتوح كبير لحتى أنت تقدمي نفسك بشكل أفضل. في شباب كتير موهوبين أنا بشوفهم، حتى أحيانا بقعد مع شباب يعني بيكون بيعزف مثلا بشكل عادي يعني، بيعمل حركة بيقول له تعال طول بالك، قال لي كيف ساويتها كيف اشتغلتها. ايه فالموهبة هي ضرورة، ما بصير الإنسان بدون موهبة. كل إنسان موهوب بس بده يعرف قدراته يعني ويطورها.
الدراسة بتتح لك فرص انك انت تتطوري وتنفتحي على العالم وتعرفي اكثر، يعني كل ما كان افقك اكبر. صحيح، والشغف يعني انت بتحكي عن العود بكل شغف من خلال حديثك بمحبه ونظراتك، هي الشغف بتلاقيه فعليا موجود عند كل صناع العود اليوم السوريين، ومؤخرا بنعرف صناعه العود في سوريا ادرجت على قائمه اليونسكو للتراث الغير مادي، واستضفنا حتى بصباحنا غير وحكينا عن الموضوع بشكل موسع. خلينا نحكي عن هي الخطوه واهميتها اليوم لما نحكي عن صناعه العود السوري في ظل هي الظروف، يعني رغم كل شيء انتم مستمرين، نعرف قديش التكلفه حتى كبيره، في صعوبات بتواجهكم، بنعرف الخشب كيف اليوم عم يتم الحصول عليه، وفي اجود انواع الخشب، في كثير متاعب، فبعتقد هيدا كمان انجاز لكم لما نقول صناعه العود السوري ادرجت على قائمه اليونسكو للتراث الغير مادي. طبعا هو يعني الله يعطيهم العافيه الشباب كلياتهم، هو في تعاون، يعني حكما لو ما في تعاون ما استمرت هي الصناعه، يعني تعاون من القيمين يعني، وتعاون بين الشباب الصناع يعني، لحتى نقدروا يأمنوا هالأخشاب ويأمنوا المستلزمات اللازمة للآلة. صحيح في معوقات كتير، بس بالنهاية بدنا نستمر. صحيح، يعني ما فيك توقفي انت وتحطي ايدك على خدك. كل الظروف ايه صحيح، بدنا صحيح نستمر. اجباري. بختام حديثنا معك حابين نسمع معزوفة من اختيارك وبتحبها. يعطيك ألف عافية، وكنا سعيدين اليوم بوجودك صانع وعازف العود طارق صقر، بنتمنى لك أكيد التوفيق. حرفة صناعة العود اليوم حرفة تراثية، يعني عم تقوموا بمجهود كبير للحفاظ عليها. شكرا كثير لك. شكرا لك. أكيد يا ريت يعني يا نور نضل محافظين على هذا التراث الثقافي السوري ونضل متوارث من جيل لجيل. بدنا نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا، نورت صباحنا. شكرا لك. أما هلا هايدي بننتقل لحمص وتحديدا لفعاليات مخيمات الشبابية الصيفية التطوعية والتفاصيل مع مراسلتنا بحمص شيرين العلي. بغية تعزيز قدرات الشباب ورعاية وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على أن يكونوا فاعلين ضمن المجتمع وتطوير قدراتهم للتعاطي مع الظروف والمتغيرات حولهم، انطلقت فعاليات المخيمات الشبابية التطوعية الصيفية في حمص، والتي ينظمها فرع الشبيبة بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية فيها.
من ضمن خطة قيادة منظمة اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع وزارة التربية انطلقت مؤخرا معسكرات الشبيبية التطوعية التربوية. نحن عنا بفرع حمص انطلقنا ب 14 مخيم، مدة المخيمات حتكون أسبوع، كل مخيم رابطة أخذ منحة معين، بعض الروابط أخذت منحة الفني، بعض رياضي ومعظمها يكون تطوعي. نحن هون عم نعمل مخيم الشبيبي التربوي تطوعي اللي عم تقيمه رابطة شيطار أمرداش في هون بمدرسة سناء محيدلي بحي الزهراء. نحن هدفنا ننمي قدرات الشباب، نعزز روح العمل التعاون، نصقل مهارات الشباب ونعزز روح العمل الجماعي فيهم. نحو 1500 شاب وشابة يشاركون على امتداد 14 رابطة شبيبية في الريف والمدينة، وكانت إحدى أهم هذه النشاطات والمخيمات في مدرسة سناء محيدلي بحي الزهراء في حمص. ونحن هون يعني ما نخفف الضغوطات عنا، خاصة عن الحرب، على الزلازل اللي صارت، فما يهتموا لمواهبنا وما ينموا لنا اياها، وبتمنى اي حدا بيكون عنده هالمواهب يجي ينتمنا لنا لفرقة الشبيبي. ديما اتدرب زومبا مع الانسي فداء، ونحن هلا معسكر شبيبي وكثير مبسوطين، والزومبا شيء بيروح عن نفسه. نتشكر اكيد الاستاذ باسل يوسف والاستاذ سائر بلول على النشاطات واللي عم يعطونا اياها وتنمية المواهب اللي عندنا. هلا مخيم الشبيبي نحن عندنا كذا فقرة، وهلا أنا مسجلة فقرة جيدو مع الكوتش نادية، بتشكرها كتير كتير لأنه عم نتعلم هاي الحركات منشان ندافع عن نفسنا، وكتير ضروري بهاي الأيام. تهدف هذه المخيمات لتنمية قدرات ومواهب الطلاب مع الفعاليات المختلفة والمبادرات بأجواء من المتعة والترفيه والفائدة لجميع المشاركين. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من مدرسة سناء محيدلي بحي الزهراء في حمص. يعني اليوم في عنا حصة كبيرة للمواضيع الطبية بصباحنا، ووصلنا معكم لختام مشوارنا الصباحي. رح نحكي عن موضوع طبي مهم، فشل المبايض المبكر أو ما يسمى بقصور المبيض المبكر، حالة بيتوقف فيها مبيض المرأة عن العمل بشكل طبيعي. أكيد بتنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل كبير، وبتصيب النساء أيضا تحت عمر 40 سنة. لنحكي أكثر مشاهدينا ونتعرف تفاصيل أكثر عن الأسباب والأعراض والمضاعفات وطرق العلاج. يسعدنا أن تكون معنا لليوم الدكتورة سلام بشور، اختصاصية بالعقم وطفل الأنبوب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكرا لكم على استضافتك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف، لما نقول قصور مبيض مبكر شو يعني طبيا؟ هلأ قصور المبيض المبكر هو عبارة عن نضوب البويضات ونقص المخزون، بس مو شرط يكون كامل، ممكن يكون جزئي، يعني ممكن يكون على سنوات، يصير في تباعد طموس مثلا، اعراض يعني تنبئ انه رح يصير عند المريضه قصور مبيض مبكر. هون هي الفتره المفروض اللي لازم المريضه تراجع الطبيب بشان يعمل يعني التدبيرات اللازمه لحتى نكسب الوقت، لانه متى صار في تراجع كلي ما عاد في مجال يعني نقدر نعمل شيء. فالتشخيص المبكر لقصور المبيض المبكر بيعطينا مجال انه يا نحن منبكر بالامومه، يعني ما بنخلي المريضه تضل عامله مانع لفترات طويله، صحيح، انه انا هلا مو وقتها، او مثلا بنروح باتجاه التفكير بتجميد البويضات اذا في عندها مجال، يعني انه نحن نعمل لها تجميد بويضات لوقت اللي هي بدها انه تحمل، فينا نرجع نستخدم هدول البويضات بشان نعمل يعني طفل انبوب. طبعا تمام دكتوره، يعني اليوم للاسف عم نشوفه موجود بشكل كبير بشكل فعلا شائع عند الصبايا يمكن بعمر 20. خلينا نوضح شو السبب اليوم، في اسباب او اعراض نحن من خلالها نعرف انه عن جد ممكن يصير هذا المرض؟ يعني هلا نحن اختلف كثير عنا نسبه قصور المبيض المبكر عن زمان، صحيح، يعني هي الأسباب اللي أكثر الشيء الموجودة كانت، يعني في أسباب طبعا، السبب اللي كتير يعني 80% من الأسباب مجهولة، في شيء وراثي بالموضوع، في شيء وراثي طبعا، في شيء جيني، يعني مثلا متلازمة تيرنر الصبغيات الهشة، في حالة عائلات عندها وراثة، يعني نحن بنشوف انه
سبب عائلي، انه بعائله كامله دائما هي اللي عم تصير انقطاع الطمس والقصور المبيض تحت عمر الأربعين. فده دائما احنا مشان هيك لازم نسال عن السوابق العائليه. اما الاسباب الثانيه هي اللي ممكن تكون السبب، مثلا عندنا التعرض للعلاج الشعاعي او الكيماوي، التعرض للجراحه المتكرره على المبيض، هذا بينقص مخزون المبيض. بطانه الرحم المهاجره كمان، بطانه الرحم الهاجره بتنقص مخزون المبيض كمان. التدخين. طيب لما نقول خلال حديثنا انه 80% من الاسباب مجهوله، وعم نشوف يمكن بالاونه الاخيره او العشر سنوات الاخيره في تزايد بشكل كثير كبير بسبب اختلاف، يعني فينا نقول الحياة والمناخ، يعني حتى البلوغ بيلعب دور. يعني سابقا كنا نشوف المرأة تتأخر بالبلوغ، اليوم عم نشوف بسن مبكر. كل هاي العوامل ما بتلعب دور اليوم لما نقول؟ طبعا البلوغ المبكر بيؤدي لأنه انقطاع الطمس يكون أبكر. بس نحن العشر سنين او 12 سنه هدول، من 12 سنه وجاي، يعني طبعا التعرض للظروف هي اللي عشناها، الروائح مثلا، المناخ، المناخ، الروائح مثلا، السموم اللي يعني في مثلا اذا كانت بالمنطقه الشرقيه المرضى عم يجيني قصور مبيض مبكر باعداد كبيره مثلا، روائح النفط. ممكن مهنه كمان تلعب دور، المهنه لها دور ممكن كبير، ممكن يكون في مهنه ممكن تاثر على المراه حسب شغلها. ايه طبعا روائح او مهنه ممكن مثلا اذا كانت هي بتشتغل مثلا بمكان تصوير فنيه اشعه ممكن هذه يلعب دور، او بتشتغل بمكان تبع العلاج الشعاعي كمان للامراض السرطانيه ممكن يلعب دور، بس هي طبعا بتكون حاطه واقي يعني شعاعي. بس هي الاسباب اللي المناعيه كمان لها دور كبير، يعني تحفيز المناعه عند المريضه ممكن يكون فيروسي يؤدي لإنتاج أضداد تخلي الخلايا المبيضية ما تستجيب على التنشيط تبع الغدة النخامية، إلى تخريب الخلايا المبيضية، ما في عاد استجابة للتحريض المناعي، فالتحريض الهرموني اللي بيجي من الغدة النخامية، فبيصير عندنا قصور مبيض. بس ممكن هو إعراضه يعني تطول لتظهر، تبلش شوي شوي، فنحن النهائي هو انه خلاص بتقطع الدوره. اما هي بتبلش هي انه تباعد طموس مثلا، هبات ساخنه، ممكن يصير عندها اضطراب بالمزاج، جفاف مهبل، احيانا بضل الدوره حتى منتظمه فتره منيحه بعدين بتبلش تخربط. يعني مثل كانه دكتور لازم نراجع الطبيب، لازم ناخذ استشاره. يمكن مثل كانه عم نشابههم باعراض سن الياس عند المرأة. طبعا هو طيب مثل سن الياس المبكر. يعني ننتقل لجانب ثاني، يمكن اكثر شيء بخوف الصبايا لما يتعرضوا لفشل بالمبايض المبكر انه ياثر هذا الشيء على الانجاب ويصير في عقم. طيب هل هذا الشيء صحيح؟ وين احنا ممكن نلجا لطفل الانبوب؟ هلا طبعا اكيد بياثر على العقم، طالما في نقص مخزون المبيض صار عدد البويضات اقل ونوعيتها اقل. يعني ما أنا نوعيه جيده قابله للتخصيب والالقاح. فيعني فعلا مثل ما قالت انه نحن هلا بعمر 18 بالعشرين مريضه صار عندها قصور مبيض، يعني كثير عم نلاقي وعم نتفاجئ بهذا الموضوع، بيأثر على الهي والتشخيص المبكر لنحن نعمل يعني مثل انه احتياطات وناخذ التدابير السريعه. هلا طبعا يعني البلازما اللي عم تنعمل، نحن عم نعمل بلازما للمبيضين، وطبعا في دراسات كبيره وعملنا دراسه نحن بالمركز بشان تحفيز المبيض على التنشيط، يعني تنشيط الخلايا البقيانة كانت طبعا، ونشرنا دراسة بمجلات عالمية انتشرت يعني انحطت، فأثبتت فاعليتها طبعا لو بنسبة مانا كتير عالية. ونذكرت مو بس دراستنا، طبعا دراسات كبيرة وبكل العالم، حتى ممكن الواحد ممكن يلجأ للخلايا الجذعية. هلأ نذكر هذا، الأبحاث موجودة، نذكرت بالدراسات بمؤتمر القشرة، مؤتمر الإخصاب الأوروبي الأخير اللي صار بالدنمارك تقريبا من ما صار شهر، أقل من شهر كمان، إنه الأمل بالخلايا الجذعية اللي هي بتخلق خلايا جديدة بالمبيضين. طيب دكتورة، فيها كمان الصبية للوقاية إذا عم نحكي
فعليا بالاونه الاخيره عم نشوفه منتشر كثير كبير، وبما انه في يعني اختلاط بالاعراض على امور اخرى المصبيه ممكن تنتبه، ممكن تعمل تحليل لمخزون المبايض من خلاله يبين معه يعني طبعا فعليا بشكل وقائي بعمر معين تنصحي فيه؟ هلا اذا ما في اعراض او يعني هو ممكن يكون مثلا نحن تجي المريضه بقصه عقم ما عم تحمل حتى وصغيره هي يعني عمرها مثلا 22 سنه 23 سنه من ضمن التحاليل اللي بنطلبها خاصه اذا اشتبهنا بالايكو نحن انه عدد الاجربه الابتدائيه اللي بتعطي البيوض انه قليل فنحن مفروض نطلب الاي ام اتش اللي هو مخزون المبيض فاذا طلع قليل وخاصة تجيكي مريضة ممكن هي مو بقصة عقم ممكن تجي بقصة تانية انه انا الدورة عم تتأخر علي كذا قالوا لي انه عادي واحيانا بيقولوا لها تكيس مبايض ممكن يعني بس نحن وقت نعمل التحليل يعني بيثبت لنا انه هذا لا هو في مشكلة في مشكلة ولازم ناخذ احتياطاتنا اما بتجميد البيوض تحريضة وتجميد البيوض اذا ما انا متزوجة مثلا او انه اذا متزوجة دغري الا ما بقى تعملي انت مانع او اذا جاي بشان عقم يعني اما نعمل لها تنشيط اباضة سواء بكان نعمل حقن اصطناعي او طفل انبوب يعني بنقول تحريض المخزون او بيأثر على الانتاجية او كمية لمخزون المبايض بيقول لك انك تخسري كمية اكبر من خلال التحريض ولا لا ما لا علاقة. هذا هو المخزون سواء حرضتي او ما حرضتي هذا هو يعني مخزونه هو محدد ما بيأثر عليه اذا حرضنا وسحبنا بيوض وهيك لا ابدا بس هو مع العمر رح يتراجع صحيح مع الوقت رح يتراجع تمام دكتورة في علاج نهائي لهذا الموضوع هلا يعني نحن قلت لك الامل بالخلايا الجذعيه بس اذا نحن العلاج يعني بشان مو الحمل في علاجات طبعا الهرمونات المعيضه للوقايه من هشاشه العظام اللي بتصير للوقايه يعني لعلاج الاكتئاب لعلاج جفاف المهبل تغير المزاج لازم نعطي المريضه اذا كانت يعني صغيره انه تحت ال40 او حتى تحت ال45 اذا كان في مجال نعطيها الهرمونات المعيضة طبعا بعد ما نعمل لها إيكو للثديين وماموغرام إنه ما عندها أي مشاكل تمنعها من أنها تستعمل الهرمونات المعيضة مثل الأورام الثدي فمفروض نعالجها يعني. طيب بالختام دكتورة نصائح بتقدميها لكل الصبايا اللي عم تتابعونا للوقاية فعليا بشكل كتير كبير من البداية أساسا في خطوات ممكن تقوم فيها السيدة لحتى ما توصل لهي المرحلة طبعا يعني هلأ أهم النصائح هي الحياة الصحية يعني للأسف الأراجيل من عمر كتير بكير صحيح يعني التدخين له دور كبير مثل ما قلنا يعني الحالة المناعية بتضطرب لما يكون في مثلا تدخين يومي أو مو شرط يومي لو مرتين بالأسبوع أو عم نشوف عمر صبايا صغار أراجيل للأسف وعم نقول قديش التدخين مضر صحيح وبتزايد نوعية الطعام الغير الصحي المعلبات الأكلات الجاهزة هذا كله كله بيأثر يعني فيا ريت الصبايا يعني انه ينتبهوا على حياتهم كيف نحن ما كنا مثلهم يعني اكيد للاسف هلا الحياه اختلفت صحيح. مليون بالمية اقل عرض يعني مفروض يعني انا بتفاجأ يعني انه بتجي المريضه قالوا لي عادي بتزبط الدوره بعد ما تتزوجي شو له علاقه الزواج لتزبط الدوره لازم تراجع يعني الام لازم تكون واعيه تنبه بنتها انه لا الدوره خربطت لازم نشوف شو السبب تمام يعني لازم نعمل تحاليل كاملة استشارة يعني بوقت مبكر أكيد لختام حديثنا معك حكيتي لنا معلومات كتير مهمة ونتمنى فعلا للسلامة للجميع وأكيد أهمية الكشف المبكر عن أي مشكلة ممكن تصيب المرأة شكرا لك نورتي صباحنا أهلا وسهلا شكرا لكم شكرا لك دكتورة نتمنى الصحة والسلامة لكل النساء ونتمنى كل النساء ما تنحرم أساسا من حلم الأمومة وهيدا الشعور لأنه هي نعمة كتير كبيرة وهبنا إياها الرب شكرا كتير لك أهلا وسهلا شكرا أما هلأ نور صار وقت نودع المشاهدين ونشكر كل الأشخاص يلي تابعونا ونشكر جميع كادر صباحنا غير لا تنسوا مشاهدينا تابعونا بكرة بنفس التوقيت مع ضيوف وفقرات عديدة ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير وبقية نهار حلو إليك يا نور بقية نهار حلو إليك هايدي ولكل الناس اللي عم تتابعونا رحلتنا الصباحية وصلت للختام مثل ما كانت أمنياتنا ببداية رحلتنا أنه نهار يحملكم الخير والبركة والراحة البال والرزق الكتير والانفراج لكل الناس كلياتنا يمكن عم نمر بظروف صعبة الشعب السوري جبار ظروف صعبة اقتصاديا وماديا واجتماعيا لكن عندنا دائما أمل أنه بكرة إن شاء الله بيكون أحلى يا رب إلى اللقاء باي باي.